مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا في برنامج أهل الديرة. واليوم القضية الاجتماعية الجديدة اللي راح نطرحها، يعني تعودتوا علينا من خلال برنامج أهل الديرة أن نطرح قضايا اجتماعية. هذه القضايا الاجتماعية اللي قاعد نتكلم عنها هي قضايا من الواقع، وهي قضايا تلامس الشارع الكويتي، ويمكن احنا يمكن ذكرناها كثيرا، ولكن نعيد ونكرر بأن هذه القضايا ليست فقط مختصة في الشارع الكويتي وإنما حتى الخليجي، وأحيانا نتكلم بالشأن العربي بشكل عام. تكلمنا عن قضايا كثيرة، ولكن قضيتنا اليوم اللي بنتكلم عليها قضية جدا مختلفة. يعني تكلمنا عن قضايا الإعلام وتكلمنا عن قضايا الصحف بشكل كبير، ولكن ما تكلمنا عن القنوات اللي قاعد تطلع في الآونة الأخيرة، وكل قناة لها مسلك خاص وكل جريدة لها مسلك خاص حسب الدعم لها. هل هذا واقع؟ هل إحنا في الكويت عندنا هذه الأمور؟ في كل العالم هذا واقع، وفي كل العالم هذه الأمور صحيحة وتحدث، ولكن بدولة الكويت القنوات اللي قاعد تطلع، الصحف اللي قاعد تطلع تخدم من؟ تهدف إلى خدمة من؟ هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم. وهل كثرة القنوات هي إيجابية؟ هل كثرة الصحف هي إيجابية؟ هذا أبو محمد وصل، مساك الله بالخير محمد، حياك الله معنا. أهلا أهلا، شلونك؟ أنت صاحب طيب. مكان لمتي أنا أحس البروكيت عجيب. إيه عيل أنا بقعد على أهني وياك لآخر الشهر. زين البروكيت. محمد أنا وايد يسألوني القصص الجميلة اللي قاعد تقولها هي من يعني إبداعك، من خيالك، من الواقع، تقراها من وين تبى المعلومات؟ والله يا ولدي يعني أكو باب انفتح لنا جديد. إيه؟ اللي هو باب الإنترنت. ما شاء الله تدخل تجد العالم كله مغروج قدامك. إيه؟ طيب يعني تقرا انترنت؟ حرص انك تقرا انترنت؟ اي اقرا الانترنت، بالعكس انا من الصبح لليل. ام محمد عسبالها مرتي الثانيه تسمي الانترنت علي، تقول تقعد ويا الانترنت اكثر ما تقعد ويا تغار تغار. إيه ليش ما تقولها تقرا؟ ليش ما تقولها تقرأ؟ هي هم ويا هذا الايفون قاعد تشتغل ويا بناتها ويا. زين رمضان شلون وياك الفطور؟ لا رمضان الحمد لله رب العالمين على الحروره الزايده، ولكن ما شاء الله الجو حلو، أهل الكويت ما شاء الله معروفين بالزيارات وكذا. اي والله رمضان يطوف عليك وانت ما تحس فيه. تمام، يعني اليوم ان شاء الله محضر لنا شيء زين، محضر لك شيء ان شاء الله راح يعجبك ويناسب حتى ضيوفك. نعم. ان شاء الله. يعطيك العافيه، تفضل استريح محمد على ما نستقبل حبيبي. ضيوفنا مثل ما عرفتم مشاهدينا بان القضيه اليوم هي قضيه اعلاميه، ما راح نتكلم بمجرد قضيه اجتماعيه، لان الاعلام هو الواقع الاجتماعي، وعندما نتكلم عن قنوات وعندما نتكلم أيضا عن صحف وجرائد نتكلم عن واقعنا وعن مأساتنا اللي احنا عايشينها. أرحب بضيوفي الكرام اللي متواجدين معنا اليوم وراح يتكلمون. ضيوفنا اللي حرصوا انهم اليوم يتواصلون معنا، حياك الله معنا دكتور، يا اهلا وسهلا في برنامج اهل الديره، نورتنا. يا هلا فيك، يا هلا فيك، اهلا دكتور، يا هلا والله، حياكم الله معنا في برنامج اهل الديره. ابو محمد دائما كل يوم يقول لنا قصه وحكايه. حياكم حياكم، مكان مكانكم. تفضل دكتور سريع. يعني مثل ما عرفتوا ان موضوعنا اليوم هو موضوع اجتماعي، موضوع اعلامي، الصحف، القنوات، بنتكلم عن هذا الموضوع بشكل يعني دقيق، لأن في الآونة الأخيرة كثرة الصحف التي بدأت تظهر وكثرة القنوات أيضا التي بدأت تظهر ربما أصبح عليها بعض التعليق. لكن دائما قبل لا نبلش يكون عندنا أبو محمد هو الجانب الواقعي، ينقل لنا قصة واقعية، ودائما يقول لنا كل يوم حزاية وكل يوم يقول لنا قصة. ولكن نرحب بضيوفنا الكرام اللي حرصوا أنهم يكونوا متواجدين معنا في برنامج أهل الديرة اليوم، الدكتور محمود الموسوي، أستاذ الإعلام بجامعة الكويت قسم إذاعة وتلفزيون، حياك الله معنا. الله يحييك. وأيضا الأستاذ الدكتور حسن مكي، أستاذ الصحافة بجامعة الكويت قسم الصحافة، حياك الله معنا. الله يحييك. في برنامج أهل الديرة وقضايا الاجتماعية اللي قاعد نناقشها هي قضايا مجتمع، وعندما تكون القضية قضية مجتمع إذن هي قضية فرد، لأن أنا في النهاية فرد في هذا المجتمع. وقضيتنا اللي بنتكلم عنها اليوم الإعلام، الصحافة، إحنا وين رايحين، كثرة القنوات، كثرة يعني وسائل الإعلام اللي بدأت تؤثر على حتى الرأي العام بشكل كبير. ولكن أبو محمد دائما هو البداية وهو الانطلاقة، وأنت مسك البداية من تمسك الختام. الله يعطيك العافية. إيه؟ عساك سالم إن شاء الله. أبو محمد شو محضرنا اليوم؟ أحمد أحييك أول شيء، وأحيي ضيوفنا الكرام، وأحيي مشاهدينا وأهلنا اللي قاعدين يطلعوننا. حياكم الله أستاذ محمود وأستاذنا الكريم، حيا الله بالصحافة، حيا الله بالإعلام ويانا. الله يحييك. قصتنا اليوم وحكايتنا اليوم راح تتكلم عن لا هو خبير بالصحافة ولا هو صحفي، هو بائع الصحف. نعم. بائع الصحف. تعرفون يا إخواننا أهل الكويت عاشوا وكبروا وزادوا ونموا وتأصلوا وتأسسوا على كثير من الأخلاق الطيبة، حتى
الطبيعة، واحد يكلمني يقول حتى الطبيعة ما أديناها بالحر، علمنا نفسنا أن الحر قلة لقمة المعيشة تعلمنا نطلعها من تحت الماي. فأهل الكويت عاشوا عيشة طيبة، متآزرين متآخين في مجتمع صغير يعرف شرقه وغربه وغربه شماله وجنوبه، عيشة حلوة لطيفة جدا بتفاهم تام. اليوم ما شاء الله الإعلام أصبح يغطي كل صغيرة وكبيرة، ليش؟ شلنا مجتمعنا كبر وبدأت الصورة تنتقل إلى جميع نواحي مجتمعنا. كلمتنا اليوم قصتنا عن بياع الصحف، دكتور مثل هالأستاذنا الطيب أستاذ محمود نازل كل يوم ينزل من العبارة يلقى قدامه راعي الصحف يسلم عليه الله بالخير يا أبو أحمد، أبو أحمد صخة صباح الخير يا أبو أحمد، أبو أحمد سكتة، يقوم يشتري الدكتور الصحيفة ويعطي 100 فلس ويمشي. كل يوم كذي لا مرت عليه شهر شهرين أثاري أكو واحد كان مثبت، شو مثبت؟ مثبت أن الدكتور يسلم وبيع الصحب هذا صخة، لا يريد لا شيء لا هذا. ذاك اليوم وصلت عند هذا اللي قاعد يراقب الوضع، قال له بسألك أنت يا دكتور، أنت ليش مصر أنك تسلم على هذا؟ قال له ليش ما أسلم عليه؟ قال أنت قاعد تسلم عليك اليوم وما يرد عليك، على الأقل من باب الحياة من باب الاحترام على الأقل يرد عليك. قال له والله هو ما يرد. قال له بغيت أسألك إذا ما رد عليه السؤال وأنا سلمت عليه إيش يطلع هذا الشخص؟ قال يطلع قليل الأدب ما يبي له روح تعال. قال لو أنا اللي أسلم عليك اليوم قال ما يبي له شيء، أنت إنسان مؤدب على مستوى علمي، إنما هذا الشخص إيش لك فيه؟ هذا قليل الأدب. وإذا السؤال الكبير يأتي من الدكتور صاحب العلم، يا عزيزي تبيني أروح له بالأدب أم إييني بقلة الأدب؟ أخذ منه قلة الأدب أم أوريه الأدب والأخلاق الطيبة؟ هني هذاك المراقب سكت. فعلا سؤال للدكتور صاحب العلم، سؤال وجيه، هل أخذ بقلة أدبه أم أعطيه أدبي أنا؟ وأصر الدكتور أن كل يوم الصف ينزل يشتري جريدته صبحك الله بالخير يا أبو أحمد، وظل أبو أحمد صخة ما يرد عليه. يا أخوان إحنا في بلد صغير الآن محطات الفضاء والله يقولون ما نعرف إيش كثر عددهم، الإنترنت جعل العالم كله عبارة عن قرية صغيرة. يا أخوان يا أهل الصحافة يا أهل الإعلام شوي شوي على أهل الكويت، ترى أهل الكويت طيبين لا ويفهمونه وهي طايرة، يعني بدون كلام اللي مو عدل بدون الشتيمة بدون الأخلاق السيئة. أهل الكويت بالأصل مؤدبين جدا، وأقول لك زيادة من الشعر مؤدبين زيادة عن اللزوم، لحد أن بعض صات تتضايق من كثرة أدبهم والتزامهم بالأدب. أخواني أهل الصحافة علموا أهلنا الأدب، لا تعلمونهم قلة الأدب، إيش رأيك يا أحمد؟ صحيح أبو محمد، طبعاً حضرني بيت من الشعر، يعني ما أدري إذا كان أنا حافظه ولكن من زمان ومن كلامك يا ريت تسمعه والله. سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض، هل خاب الرجاء فينا؟ إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، يعني اللي ما يؤذينا إحنا ما نحاشه ولا نشغل فيه. وهذه لهم أهل الكويت. ودي أيضاً أعلق على أي يا ريت دكتور حسن. إحنا يسأل ويسأل يقول هل نقابل يعني هذا الذي يتحدث بالإسفاف وننزل إلى نفس المستوى؟ إحنا الأصل ما ينبغي أن نتعامل مع الناس بما يستحقون. نعم. نحن نعامل الناس بما يليق بمثلنا أن يعامل. سنت. يعني أنت لا تعامل الناس بما يستحقون، لأنك وايد الناس ما يستحقون حتى يعني تمشي وتسوري وتغلط عليهم من كثر ما. لكن أنا لا أتعامل اللي قدامي إنسان يعني على مستوى متدني، أنا لا أنزل إلى هذا صحيح. هذا يمكن نحن لا نعامل الناس بما يستحقون، نعامل الناس بما يليق بمثلنا أن نعامل. شنو أخلاقك؟ شنو قيمك؟ شنو تربيتك؟ تتعامل على هذا الأساس وما لك شغل بالأمام. كفو عليك دكتور. والله يعني يا أحمد أستاذنكم يعطيك العافية وأخليك مع الدكاترة مع أخواننا أهل الصحافة والإعلام، شرفتونا وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله ومبارك عليكم. يعطيك العافية دكتور محمود. يعني سمعنا تعليق الدكتور حسن حول القصة و المعاملة بالمثل وكيف أن نعامل، وخصوصا محمد طرح قضية اجتماعية ولامس الواقع، شنو تعليقك على القصة؟
يعني احنا مثل ما قال دكتور، احنا يعني ننزه انفسنا بان نتعامل مع صغار القوم، انا اقول اسميهم هذا. طبعا يجب ان نكون نحن قدوه للاجيال، خصوصا انت قاعد تتعامل مع وسائل الاعلام، وسائل الاعلام يجب ان لا تعطي فرصه لناس من هؤلاء يعني اللي أخلاقهم تتدنى إلى يعني الحضيض مثلا. أنت وسيلة إعلامية لازم تكون قدوة، لأن الوسائل الإعلام وظيفة، وظيفة وسائل الإعلام يعني في المجتمع لها وظيفة يعني عظيمة، أنت من خلالها تستطيع أن تعزز القيم في المجتمع، تعزز الأخلاقيات، هذه الأمور هي كوظيفة أساسية لوسائل الإعلام. لكن أنك أنت تنزل وتقابل نفس المستوى ونفس لغة الخطاب مع الإنسان اللي يستخدم هذه اللغات، ما استفدنا احنا، بالعكس. نعم. بس احنا اشكاليتنا ان وسائل الإعلام اليوم تمارس العكس. نعم. شلون يعني تمارس العكس دكتور؟ يعني للعلم احنا للحين ما بدينا في محور الحديث والحديث معاكم شيق. ايه يعني هي اشكالية انه مثل ما تفضل دكتور، يعني وسائل الإعلام عليها مسؤولية. نعم. تجاه المجتمع اللي قاعد يحصل، لا وسائل الإعلام لانها تبحث عن قضايا الإثارة، قضايا تجذب الناس، والناس تجذبها الخروج عن المألوف والشذوذ والحرام. يعني الناس نادر ما تلتفت لإنسان صالح قاعد، يعني صحيح، لكن واحد يمشي مينون مفسخ يسوي حركات يلتفتوا له. تبحث دائما عن الضجة. بالضبط. فوسائل الإعلام على هذا الأساس، يأتي واحد سفيه يقول كلام بأي شكل مشكال، تروح له تسمع له عشان تنقله من باب الإثارة. فإذا نقلته تروح حق وين من هو عكس هذا تماما، تقول له هذا قال كذي، ما تعليقك قاعد يهد النفوس، هذا يهد النفوس على اساس هذا بيرد بطريقه معينه، وهي تنقل بينها اعتبار هذا جو الاثاره وجو هذا. حقيقه يعني دكتور حسن، هذا الواقع اللي قاعد يصير، وكلامكم صراحه جميل، ننتقل من حكمه الى حكمه بالكلام الجميل اللي قاعد تقولونه. ولكن بما ان احنا في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، والقنوات، مسير القنوات الإعلامية، الصحف، أنا بتكلم عن الصحافة بشكل عام، صحافة بشهر رمضان المبارك شلون تشوف سيرها؟ احنا الصحافة في رمضان تدين كل الصحف بالعكس. يعني يلقون ضوء على الفنانين، فنانات الصحف تتدين والفضائيات تتعرق. شلون دكتور في رمضان؟ رمضان الفضائيات تعرف كلها مسلسلات، يخلص مسلسل يبتدي مسلسل، يخلص مسلسل يبتدي مسلسل، والمسلسلات في منها تاريخي دكتور، في منها يعني اجتماعي، خلينا في المجمل العام. صحيح. يعني التلفزيون اقرب الى الترفيه. نعم. في خاصه في حقيقة في رمضان بشكل يعني مخل. الصحف الى حد ما لانها يعني في غالبتها توجه للذي يقرأ ويكتب، واللي يقرأ ويكتب متعلم. صحيح. وبالتالي لا تجد فيها يعني إلى حد ما نسبة في الثقافة وفي اسمه والجانب شوية ديني، حتى لو الترفيه شوية ديني. فالصحف في هذا الإطار في رمضان قلت لك شوية إلى حد ما يعني الصحف تكون أفضل بشهر رمضان، شوية تكون أكثر انضباطا، تلتزم بشهر رمضان. يزعلون علينا الصحافة الحين. نعم دكتور، يعني إذا كانت الصحف تتدين بشهر رمضان مبارك، هذا رأي الدكتور حسن. أبي أتكلم عن القنوات بشكل عام، عن يعني القضايا المطروحة في الإعلام، حتى الجانب الدرامي وأيضا الجانب الإذاعي، الأعمال اللي تقدم بشهر رمضان مبارك، التلفزيون والإذاعة شلون يتعاملون مع شهرنا؟ شوف يعني للأسف احنا عندنا القنوات الفضائية، انت عارف زاد أعدادها في الأونة الأخيرة، صار عندنا تنافس ما بين هذه القنوات بشكل يعني ملفت للنظر. شهر رمضان أنا أعتبره سوق عكاظ للمنتجين. نعم. زين، الكل يريد أن يعرض بضاعته، وخصوصا احنا يعني لو نشوف ما قبل شهر رمضان، ما قبل شهر رمضان وما بعد شهر رمضان، هناك مسلسلات مثلا تركية موجودة، فالجمهور بدأ يلجأ لهذه المسلسلات التركية اللي بيتحلقه فوق، لأن فيها قصص حب ومشاعر ومشاعر، بعض يقول إنها ملامسة للواقع. صار هني الحين المنافسة شديدة، أنك شلون أنا أجذب هذا الجمهور. زين، شهر رمضان للأسف الكل يتسابق في عرض بضاعته.
زين مثل ما قال دكتور الإثارة هو المحور الأساسي في هذه البرامج. نعم. أنا شلون أقدر أجذب هذا المشاهد وهناك أكثر من 50 يمكن مسلسلة راح تنزل في شهر رمضان من عدة قنوات فضائية يعني موجودة، كيف أنا أخذ حصتي من هذا الجمهور؟ هو مثل ما قال هناك تعري برمضان، ليش؟ لأن للأسف جمهورنا يبحث وراء مسلسل وتيجي من مسلسل ليش على مسلسل ثاني، يعني بدل ما أنت تخصص وقت من أوقاتك في شهر رمضان إلى يعني خلينا نقول قراءة القرآن العبادة وغيره، هذه القنوات الفضائية مو مخليها جمهورك يعني فعلا يتابع أمور شؤون دينك. طيب دكتور خلنا أوضح لك شوي. يعني بداية دكتور حسن قال إن صحافة تتدين وإن التلفزيون يتعرى، لا ربما يعني المشاهد يبي كذي، القارئ اليوم لما يبي يقرا شيء يوازع ديني، انا لما بقرا وبمسك الجريده بشوف شيء يوازع ديني، يوازع ادبي، يعزز قيمي، ما يخليني يعني اتذمر، بالعكس يعطيني طابع الهدوء. بينما لما بروح حق التلفزيون ابي قضيه اجتماعيه وواقعي، اللي تشوفونه هو الواقع لا تعري، لكن البعض يشوفه قضيه اجتماعيه ما هو تعري. بس هو ردا على السؤال قضيه الناس يبون إيه؟ أيضا هناك سؤال، هل نعطي الناس ما يريدون كمشاهد؟ ما يريدون أم نعطي الناس ما يحتاجون؟ نعم. بفرق صحيح. إذا مجتمع أصلا متخلف أعطيه كما يريد هذا المتخلف مصيبة، يعني كلمة أنه أعطي الجمهور ما يريد، هذا الجمهور متخلف، أعطيه ما يريد ولا اعطيه ما احد ما اعتقد انه يحتاج عشان ارتقي في هذا المجتمع. طيب عاد اثنين مو شرط، يا هذه يا هذه الموازنه ايضا شيء. لكن مشكله ان الناس يروحون لا والله الجمهور يبي كذي واحنا نعطي الجمهور، والجمهور في اي مجتمع من المجتمعات الدهماء هم الاغلبيه في المجتمع. تروح بريطانيا العظمى هذه اليوم انت شوف الاندبندنت الجرايد المحترمه، الاندبندنت الجارديان تايمز تطبع لها على 2.5 مليون 3 إلا نسخ باليوم، وتروح حق جرائد الهشك بشك تطبع 4.5 ملايين 5 ملايين. هاي بريطانيا العظمى اللي مفروض الثقافة عندها السفهاء عندهم هم أكثر، فما بالك في دول ثانية متخلفة. فأنت تي والله الجمهور يبي الشكل عطيه، هذه بنزيد تخلف على تخلف. يعني ما المفروض ان نستمع الى احنا المفروض ان ايضا نحقق رغبات معنا، لا اكون لا تكون لينا تعصر ولا صلبا فتكسر. قاعد اقول لك انا فاذا الموازنه زين فما اعطي الجمهور والله الجمهور يبي كذي ثم تعال سؤال ثاني. نعم. على اي اساس يقول الجمهور يبي كذي؟ انا بسال، هم سووا استفتاءاته اي واحد هذا يعني دكتور شرق دكتور شرق هذا اروي لك حادثه ماي الله يخليك لا رمضان اروي لك حادثه طريفه انه هذه حادثه حقيقيه. مره قاعد اسمع راديو معين حطوا الاغنيه في اغنيه يعني والله بعد ساعه كذي نفس الاغنيه عادوها بعد فتره عاد يعني باليوم يمكن وصلوا عايدين حوالي 6 مرات 7 مرات ما صار المغرب الا يمكن ما ادري كم كان اقوم ادق على هذا المخرج شو السالفه 20 مره عايدين الاغنيه اليوم شو السالفه كان يقول والله شو اسوي واحد من ربع قاعد كل ساعه يدق علي بهديه حق رفيجتي قلت له الحين هذا احنا 250,000 مستمع يستمع على الرادو احنا ملزمين حق يا اخي دق عليه يجمع يخلينا احنا نس يعني عرفت قصدي كلام انه والله الجمهور يبي جاتني طلبات ما يدفع ما هي طلبات واحد بس من اللي يقول هل يقول الجمهور من اللي يقول اكو تقصي اكو دراسه اكو شيء بحيث انه تعطيني دلاله حقيقيه ان الجمهور فاحنا في اشكاليه من النوع نعم إن إن يعني مصداقيه ان الجمهور يريد ذلك نعم دكتور وحقيقه ان الجمهور يبي هل فعلا ما المفروض ان نستمع الى ما يريد الجمهور لا هو مثل ما ذكر خلاص احنا سوينا برنامج اسمه ما يرفضه المشاهد لا مثل ما ذكر دكتور فعلا انت ما تعطي الجمهور كل اللي يبي ولا كل واحد بيطلع لك مثل ما قال ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المشاهدون الكل يبي شيء يرضي رغباته نعم هناك رغبات تختلف من شخص الى اخر فاذا كل واحد تبي تلبي رغباته
يعني انت راح مثل ما قال يصير نفس هذا كرسع بعيد الاغنيه 60 مره علشان الاخ هذا. لا، القضيه هنا مرتبطه في عده عوامل. يعني شوف، ما يعرض في شهر رمضان من مسلسلات، من اثاره، من غيره، هذا شوف انت تدخل قضيه المعلن. دكتور يعني بعد دكتور ما إيه؟ إيه؟ شاركت بعد احنا إيه؟ ما نرضى احسن المعلن. يعني انت القضيه مرتبطه حتى بالجانب التجاري لهذا العمل. انت تبي عمل المعلن يعلن يحط اعلان في هذا المسلسل، زين اي مسلسل اللي ممكن المعلن يوافق او في هناك خلينا نقول جمهور كثيف قاعد يشاهد هذا المسلسل، لابد انك انت تعمل شغله تميز هذا المسلسل عن البقيه، تعمل اثاره مثل ما قال. الاثاره هي اللي تجيب الجمهور ترى بعض الاحيان. ليش؟ الجمهور للاسف انت قاعد تتعامل مع جمهور متباين في ما تدري منه، هناك المتعلم، هناك الطفل، هناك المراهق، هناك صحيح. عندك جمهور متباين، فلذلك انت تلعب على عواطف هؤلاء. احنا هنا عندنا الاستثارة العاطفية في او استخدام العاطفة في البرامج هو اقرب شيء الى القائم بالاتصال، لانه يدري الناس ما تحكم عقلها، تحكم العاطفة. فلذلك تشوف برامجنا فيها كثير من العواطف، من البرامج العاطفية، حتى بالاعلان تستخدم العاطفة في شد الجمهور اتجاه سلعة معينة، زين. لذلك القضية مو قضية انه والله المخرج يبي يعمل كذا، لا، ولا المنتج قصته كذي. المنتج بعض الاحيان او كاتب القصة كاتب شغلة، بس يجي المعلن اللي او الجهة اللي هي الايجنسي يعني تعطي رايها بالمسلسل، المسلسل ما في إثارة. نعم. ابيك تعطيك جرعة شوية معينة زين. فايش يصير؟ هذه اللي هي قاعدة تخرب مسلسلات الحين. ما اي اقول كل المسلسلات شهر رمضان مو خوش مسلسلات. نعم. ترى هي المسلسلات انت تقول هذا الواقع، هذا جزء من الواقع، انت قاعد تاخذ جزء صغير وقاعد تعممه على المجتمع بان هذه قضية المجتمع، والمجتمع نعم. يبي يسمع، يبي يشوف هذه القضايا، ولكن هذا مو واقع. نعم. يعني دكاترتنا الافاضل دكتور محمود ودكتور حسن، هذا الحديث جميل، ولكن احنا حطينا ايدينا على المشكله، حطينا ايدينا على الجرح، ولكن كيف نعالج هذا الجرح؟ هذا اللي راح نعرفه من بعد الفاصل. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معكم بهذه الحلقة والقضية الاجتماعية وبرنامج أهل الديرة ودكاترتنا الأفاضل والآراء الجميلة اللي قاعد نسمعها من عندكم، والرأي الأكاديمي مهم في أي قضية نطرحها. إذا بتكلم عن يعني الصحافة وعن التلفزيون بشهر رمضان المبارك، بما أن احنا يعني الحين نعيش أيام الفضيلة، من الذي يخدم الآخر؟ هل الصحافة تخدم التلفزيون ولا التلفزيون يعتمد على الصحافة؟ دكتور نبلش معك. لا، هو الحقيقة ما اليوم ما عاد في فاصل بين وسائل. يعني الصحافة تنقل عن التلفزيون، والتلفزيون ينقل عن الصحافة، واليوم الاثنين ينقلون عن مصادر أخرى. يعني ما أصبحت الأجهزة مستقلة، أصبح في فضاء مفتوح. اليوم بالمناسبة تشوفون الفضائيات تنقل من الناس، يقول لك صور ودش على السايت مالنا، حط هذا واحنا نبثه رياليتي. اي يعني الناس تنقل مباشره، يعني اصبحوا الناس هم المراسلين، صحافه المواطن اللي ياتي بالمعلومه بالاسبق سينزل. يعني فما في قضيه الاعتماد، في تداخل اليوم بينهم، لكن بالتاكيد الفضائيات او الاجهزه الالكترونيه اسرع. ولذلك اليوم هتشوف الصحف المطبوعه قاعد تتجه الى الالكتروني. نعم. ما امامها خيار، يعني لذلك تشوف يعني التداخل واقع. هذا الشر لابد منه، هذا مو شر لابد منه، هذه سنه الحياه. يعني اخر كتاب صدر الكاتب هذا الفرنسي مشهور اسمه نهايه الصحف. والله دكتور يعني ان نشاهد ان الصحف تنتهي، هذه مأساة تعودنا. هو يقصد نهايه الصحف المطبوعه. المطبوعه اي يعني تعودنا نقلب الصفحه اصلا لها. لو كان فعلا هذا الكلام دكتور قاعد تقوله، كان ما نمسك قصص ونقعد نقرا ونقلب. يعني انا عندي من الروايات ما لا تعد ولا تحصى، ولكن ما اقراها، من افضل اقراها واقلب الصفحه واعلم عليها. دكتور رايك؟ لذلك اليوم التكنولوجيا الحديثه سوت هذا اللي تكلم عنه، ان هناك في لذه في التصفح، زين. حتى سوت سيميوليشن، سوت يعني تبطل الايباد فور اكزامبل كمثال، الايباد ولا الكمبيوتر
تبطل تروح من صفحه لصفحه يعطيك الصوت الساوند ها صوت الصفحه يحاول يقرب كثر ما يقدر الى هذا الطبيعه. بس انا ايش اقول بخصوص موضوع الاذاعه والتلفزيون، بس ودي اعقب على قضيه ان من اللي يعتمد على الاخر. مثل ما قال الدكتور اليوم انت التلفزيون يعني الساحه الموجوده لديها خلينا نقول البرامج الاخباريه ضيقه يعني محدوده، فانت ما تقدر تعطي كل شيء في هذا الوقت، فايش تسوي؟ شنو يعني ضيقه هذه؟ ضيقه يعني انت محدود في الفتره الزمنيه معينه، كلنا نشر اخباريه عن خبر عن دوله معينه دقيقه ونص دقيقه شغله حدث صار صحيح صحيح. ما تقدر تفردها مثل صفحه الجريده اللي تعطي تفاصيل تعطي هذا. لذلك تشوف التلفزيون في بعض الاحيان بعد الاخبار اكو تحليل اخباري، تعليق اخباري، شغله معينه عشان تقدر تفرد مساحه اكبر لتفاصيل الخبر، لكن الجريده تتميز بانها هي عندها شغلة. ولكن مرة ثانية نرجع مثل ما قال دكتور اليوم السرعة، عصر السرعة، الجريدة صح ان انا بفرد بس انا لازم انطر طبعة الجديدة متى باكر، فلذلك الصحابة قامت تفكر لا لازم اواكب، فمعناته اروح الالكتروني. لذلك نشوف الالكتروني هم قاعد تتطور ان اعطي خبر حارب حار اسرع من التلفزيون. التلفزيون عشان تنتج خبر في انتاج كثير يعني طلع مصور، اما الجريده لا تسبق المنطقه لان طباع يطبع لك الخبر ومراسل موجود. الحين القنوات الفضائيه اغلب القنوات عندها برنامج فيما نشر في الصحف، اي مراسل الصحافه هذه شنو نوع تعتمد على يقولون عن شو اسمه الاذاعات الصبح وتقرا شنو ورد في الصحف من عناوين. صحيح صحيح صحيح. في كل الدول في مشكله الحين مع هذه يعني مع الوقت. شو يصير انك انت لما تعتمد الحين ذكر دكتور انك انت تاخذ من المواطن، دخلنا في عصر احنا بروحنا عندنا عدم مصداقيه في بعض المصادر. نعم خصوصا الاعلاميين، الاعلامي هذا مراسل اعلامي عنده مهنيه في تمام عمله، لكن انت اليوم لما تعتمد على المراسل المواطن المواطن الصحفي او شغله هني ندش في اشكاليه بعدين، قضيه المصداقيه، قضيه ما مصدر معلوماته يعني. ولكن المشاهد ما عاد اليوم مشاهد مجهول، يعني سواء ان قرا الصحافه او ان شاهد التلفاز هو يعرف الحقيقه. يعني دائما ما نكررها ان الاودينس از نوت باسيف، المشاهد ليس بمجهول. ايش رايك بهذا الكلام دكتور؟ لا صحيح، هو الان اليوم خاصه النقل الالكتروني يعني ما راح هذا المشاهد العادي كاميرته وياه وحدث قدامه قاعد يصوره وينقله، والعادة الكاميرا في الغالب صادقة في الغالب، الرواية الكلامية ممكن تكذب يعني. بس الكاميرا إذا توجهت على زاوية معينة وارد، بس أقصد يعني عادة يقال حتى يقول لك أنت لما تكتب الخبر بالصحف اكتبه وكأنه لقطة فوتوغرافية صحيح عشان ما تلعب فيها، ما توديها فوتوشوب تسوي تبويض نقلها كما هي. فغالبا اليوم في الفضاء المفتوح اللي قاعد ينقلون ينقلون، لكن مثل ما قلت بالتأكيد اكو احيانا عدم مصداقية، اكو عدم دقة. طيب هذا وارد، عاد هني تصير عملية الفلترة عند الجهات المحترفة. طيب يعني شهر رمضان مبارك والصحافة، شلون قاعد تشوف الصحافة بشهر رمضان مبارك؟ هل أدائها افضل ام في الايام العادية هي افضل؟ يعني ذكرت نقطة التدين دكتور مع يعني لا ما لنا شغل التدين، احنا نتكلم على درجة الاحتراف بشكل عام. درجة الاحتراف احنا الحقيقة في الكويت من بعد ما صدر تعديل قانون المطبوعات وفتحت مجال الصحافة وزاد عندنا من 5 صحف الى 17 جريدة، اتكلم عن اليومي غير المجلات والاخرى والاعلانات، زاد العدد وقل مستوى الاحتراف للجميع. أنا أتكلم في المجمل العام، أنت كعدد يعني لما يصير عدد ال فيها الجودة عالية قليل والأقل جودة أكثر، أنت تتكلم تأخذ المتوسط العام، فعدد زاد ومستوى الجودة قل في الصحف. أنا أتكلم على درجة الاحتراف، ولذلك اللي قاعد نشوفه الحقيقة أنا بالنسبة لي كمتخصص قاعد أشوف شيء مزعج يعني الحقيقة في مستوى في طرق الكتابة. يعني اليوم بسهولة تفتح مجموعة جرائد وليس جريدة واحدة وتشوف أنه يكتب الخبر مخلوطا بالرأي. نعم وعمرها ما احنا هذا أنا أتكلم نعلم الطرفة دكتور يدرس أخلاقيات قاعد يدرس يقول له لا إيش قاعد درسني بهذا الواقع غير. قال أنت الحين بالدين
لما بدرسك دين ولازم ادرسك دين صح, صح. عاد هناك ما يطبقونه هاي موضوع ثاني بس ما علمك اللي قاعد يطبقونه قاعد يطبقونه غلط. فنفس الشيء انت قاعد تعلم الاخلاقيات التطبيقات مختلفه. انا اللي قاعد اشوفه ان مستوى الاداء الاعلامي في صحافتنا في في يعني في مستوى قاعد يتدنى غير اي يعني نعم. على مستوى جانب احتراف يعني هذا دكتور محمود بالنسبه للصحافه انها قاعد تتدنى الكثره دائما والاداء راح يقل, ولكن انت كلمنا عن الفضائيات شلون قاعد تشوف مسيره فضائيات او خط مسار فضائيات بشهر رمضان المبارك؟ طبعا شوف الفضائيات هم نفس القضيه هذا مع تزايد عدد القنوات الفضائيه صار في مو تدني انا بسميها المره في الاداء, صار في قله في المحترفين في العمل في هذه, وقله القله المحترفين تؤدي بالنهايه الى نفس ما قال الدكتور الى تدني في الاداء. ليش؟ لان انت في مقابل هذه الزياده في العدد في الصحف ولا في القنوات انت محتاج من يدير من يعمل في هذا المجال. احنا يعني قسم الاعلام قاعد نتعب حقيقه ان نخرج ناس تعبي الفراغ, لكن المشكلة يعني أن هذه القنوات هاي أيضا لأن أدش فيه الحين بالسياسة شوية لأن هذه القنوات لها أجندات خاصة صحيح بعض الأحيان صحيح. هذا ما يبي يشتغل فيها القناة لأن هذا توجهها كذا, وهذا ما يبي هذا لأن قضية معقدة عندنا إحنا اليوم. اليوم القنوات الفضائية يعني الموجودة خلنا نأخذ المحلية ما تقدر يعني تقول في تنافس, الكل قاعد يقلد الثاني في جانب معين. مثلا برنامج دوانية هذاك يبطل برنامج دوانية ليه؟ نعم. لأن فعلا بدأ الجمهور يحب هالنوعية فهذاك ما يبي تعب روحه خلينا نسوي نفس ما نفسي. عملت هذه القناة نعم. زين فالتنافس اللي قاعد يصير اليوم مو على هذا الكل. أنا اللي قاعد أشوفه للأسف إن هذه القنوات الفضائية قاعدة تتجه إلى السياسة أكثر من قنوات أخرى. ليش؟ لأن هذا صاير المرغوب بالشارع تقول الجمهور شبي نعم. الجمهور صاير كله يبي يعرف بالسياسة نعم. إذن رجعنا إلى نقطة إن الجمهور هو اللي يبي والجمهور هو يعني ما نعطي مثل ما قال الدكتور نعم ما نعطي, ولكن هذا هو المطلوب. يعني هذه النقطة ما زلنا ندور حوالينها, ولكن نبي نكمل معاكم هذا الحوار مع السادة المشاهدين. راح نروح فاصل صغير نرجع نتواصل. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معاكم مع أهل الديرة الدكاترة الأفاضل العلمي. دكتور قبل شوي قبل أن نطلع فاصل ذكرت نقطة مهمة جدا وتكلمت عن الطلبة اللي تخرجون لازم يطلعون لسد الفراغ. أبي أتكلم عن الطلبة والجيل الجديد, يعني السنوات اللي طافت معقولة ما خرجنا أجيال تسد الثغرات اللي عندنا؟ لا شوف هو الدراسة الجامعية مشكلتها أنها دراسة مرتبطة برغبة الشخص. نعم. رغبة أنا بدرس هالتخصص بس مو بالضرورة بدرس عشان أشتغل بهالتخصص اللي حاصل حقيقة. ولذلك هنشوف عندنا في قسم الإعلام يمكن عندنا فوق 400 طالب 77% بنات منهم, والبنات في الغالب تخلص يا تقعد في البيت تزوج تقعد في البيت يا ما تشتغل في المجال الإعلامي في المجال الإعلامي. يبقى الشريحة أيضا الرجالية أيضا الحقيقة الوسط يعني الإعلامي في طبيعته, وأنا عشان أكون صريح وياكم وأنتم أيضا اسمه قطاع خاص قطاع مو جاذب طارد أكثر يعني هو يجذب اللي جاي هاوي مستعد يضحي مقابل أن لكن اللي جاي يعني مقارنة في الوظائف الثانية مو بهالجذب. صحيح. أولا لأن التلفزيونات إذا حكومة فحكومة هذا كادر الخدمة المدنية أتي أنت مخرج رائع تأخذ درجة رابعة ومخرج عادي يأخذ نفس نعم. فما في جذب في عشان يأتي المتميز. في القطاع الخاص أيضا تجاري يبحث عن الربح في النهاية. انت مخرج تكلفني 3000 ومخرج يكلفني 1500 ليش ايبو 3000 صحيح ايبو 1500 وهكذا. او بالصحافه صحفي ب 150 وصحفي ب 400 صار السعر هو اللي يفرض مو الجوده جاره في النهايه. دكتور يعني
هذا واقع قاعد نعيشه، ان اليوم اصبح السعر كل ما كان ارخص كل ما كان افضل، ودائما بعض الجهات الاعلاميه تبحث عن الرخص علشان توفر صحيح. من باب الميزانيه. يعني ما هي الاسس والاعلاميات اللي تهيئ عليها الطلبه اللي عندك؟ خصوصا احنا قاعد نركز على الاعلاميين، ربما تخرج اعلاميين ويعني ما شاء الله عليك عملت مع كثير من الاعلاميين. اهم الاساسيات اللي تطعمها للطالب علشان يتخرج يكون هو متعلم عليها. طبعا شوف، دراسة الإعلام في جامعة الكويت، طبعا قسم الإعلام حاليا عنده ثلاث أقسام، يعني قسم الإذاعة والتلفزيون، قسم الصحافة، وقسم العلاقات العامة والإعلان معها. فلذلك الطالب من خلال هذه الأربع سنوات اللي يدرسها يأخذ مواد مختلفة يشكل فيها حصيلته العلمية. احنا مو فقط ندرس مثلا دكتور يدرس صحافه بس مجرد الكتابه والفرق بين المقال وبين الراي وبين مش عارف ايه، لا، في دراسات اخرى ياخذها كيف يخطط مثلا في العلاقات العامه، تخطيط استراتيجي والامور هذه، بالاخلاقيات الاعلام، الامور اللي تاخذها كيف انت تقيم. احنا هدفنا الطالب لما يتخرج بالنهايه يعرف يفرق بين الرسائل الاتصاليه الموجوده. طيب. زين دكتور، يعني قاعد تعلمون الطلبة وقاعد تتكلم كلام أكاديمي جميل، وإحنا ترى كلنا طلبة إعلام، ولكن لما نتعلم شيء ولما نطلع إلى الواقع نشوف شيء ثاني. وهذا اللي إحنا نقوله، إحنا اللي علينا كجهة أكاديمية نعرف الطالب أول شيء في تخصصه، الجانب المهني يأخذ جانب حيز لا بأس فيه من التدريب من التعليم من كل شيء، هناك جانب أكاديمي أيضا يعني في الجامعة أن تعلم هذه المبادئ، مثل ما قال هذا دين، أعلم الدين، أنا ما أقول له لا برا، مثل ما قال مثال جيد قال الدكتور، أنت قاعد تعلم المبادئ الأخلاقية. وعندي نفس الإجابة، طلبة بعد ما يتخرجون يقول الدكتور ترى وين أخلاقيات تتكلم عنها بالكلاس؟ زين الحين بتويتر نقاشات قاعد تصير، ماكو شيء اسمه اخلاقيات، واقول لهم ادري انا بالمحاضرات، بالعكس اقول له ترى اللي قاعد اعلمك اياه هذا موجود في الكتب، وهذه يفترض ان تتعلمها انت كانسان عندك مسؤوليه اتجاه وطنك اتجاه الناس الجمهور، يجب عليك ان تعمل كذا، لكن بالواقع ما راح تشوف شيء، لان رئيس التحرير ما راح يرضى بالكلام اللي انت راح تسويه. التغطيه الاخباريه، التغطيه، الراي اللي تكتبه، قد اليوم انت كاتب تكتب راي بصحيفه معينه، بس اذا كتبت شيء يخالف توجهات الجريده ما يقبل فيها، فوين هذا؟ والكل يدعي الديمقراطيه. كم واحد ممكن يوقف عند مبدأه يقول حق الصحيفه اذا انت ما تخليني اكتب انا ما راح اسوي، ما راح اكتب معك، حتى ما ينعدون على اصلا ينعدم على ال 500 دينار ولا 200 دينار ما ياخذ. يعني دكتور ابيك تعلق على هذه النقطه، وقبل اتعلق، المنافسه بين الصحافه اليوم وين وصلت؟ بس خليني اقول لك على اطاري المؤسسات الاعلاميه، المؤسسات الاعلاميه هي اكثر جهه ترفع رايه حريه الراي، نعم، حق التعبير بعد إعلام دكتور، حق التعبير ويعني الدفاع عن الناس، وهم يمكن أشد ناس يحاربون من يخالفهم بالرأي، إذا خالفتهم قمتوك. فيعني هذه مشكلة الاسم بعد هذا الإعلام دكتور، ضربت على وتر حساس. لا صحيح، هذا نتكلم على الواقع القائم، يعني اليوم أنت خالف أي جهة إعلامية تعال انشر دز رأيك، نعم، يحط رأيك مو ما يحطه، وكذا مجهز رد هالكبرى على على كلامك، ناقض كلامك قبل ما على حال. شو سؤالك قلت؟ المنافسة بين الصحافة يعني الصحف، انا بركز على شهر رمضان، اصبح شهر رمضان الصحافة يعني اذا تكلمنا على دراما المنافسة راح يكون بالاعمال الدرامية، ومن يطرح قضية اجتماعية، من يبكي اكثر هو ناجح اكثر، من يطق اكثر هو ناجح اكثر. الصحافة برمضان شلون تكون ناجحة؟ هل تعتمد فقط على النجوم؟ لا والله، هي الصحافة يعني جو الصحافة كمصدر إخباري أنا أعتقد ما يفرق برمضان وغير رمضان بالنسبة للصحف، يعني الصحف الطعم يعني تزيد جرعة الثقافة والقراءة وشوية المعلومات الترفيهية ومعلومات فتاوي رمضانية، يعني في هالجانب، بحيث هي تعتقد أن الشخص في رمضان يصير عنده وقت فراغ أطول وبالتالي يقضيه في مثل هذه المطالعات، لكن لما تفتح الصفحة الأولى أو جسم أخبار ما راح تفرق فيما يطرح في رمضان عن ما يطرح في بعض الجرائد تخصص لها ملاحق رمضانية. بالضبط، عشان هذه قلت لك التغطية مالت أوقات الفراغ أقرب منها تسلية وقراءة، يعني استمتاع أكثر منها
الجانب الإخباري اللي هي قاعد تصدر له والتحليلات وال صحيح. والمقالات وكذا ما أعتقد تفرق في رمضان وغير رمضان بالنسبة لل بالنسبة للصحف. فقضية التنافس يبقى على متى إيش كثر بتحط مادة تسلي القارئ في وقت فراغه يعني، وهني عاد تظهر قضية الإمكانيات. ما تعتقد التنافس راح يصير بالجرائد على منو اللي يحط إعلانات أكثر؟ فهني غصبا عليهم راح كل جريدة تسعى لأن هذه سوق الإعلانات هم راح يلعب دور عليه. شلون دكتور ممكن الإعلانات يعني يصير فيها تنافس؟ يعني أنت الجرائد أنت عارف اقتصادياتها على نعم. الإعلانات بالهذا. المشاهد القارئ. في رمضان أتوقع التنافس بين الجرائد من يكسب المعلن. نعم. من اللي يحط دعاية شربة فلان ولا نعم. سيارة ولا واقع هو راح يصير تنافس على هذا الجانب يعني لأن برمضان الناس تبي تعرف أتوقع الناس هم برمضان تبي مواد استهلاكية تبي صح. شغلات خدماتية تبي شغلات دليل التلفزيون جرائد كل واحد راح يبدع فيها أنا أقصد من ناحية الشكل من ناحية مثل ما قام لاحق راح يكون تنافس بين من يصدر قبل صح ساعة 9 ولا ساعة 8 الجريدة تباجر لا لا برمضان أنا داش مطابع وقت الفطور لازم تكون الجريدة مطبوعة أنا داش مطابع بس تبي يعني مزتها تروح أنت صدق تبي تقرأ الأخبار بس مو مثل يعني إذا قريتها تطر باكر وماكو جريدة صح صح تبي الصبح شيء هذه صحيح بس أنا داش مطابع بعض الصحف تطبع على وقت الأذان ويعني يكون عندهم وقت الذروة إن بعد الأذان للعشاء خلاص الجرائد متوزعة وخلاص صح. ما في جريدة توصل بعد الساعة 9 ولا 10 خلاص أخبار بايتة صح. إيه عموما احنا وصلنا إلى الختام والدكاترة الأفاضل كان رأيكم أكاديمي جميل ولكن كلمة دكتور حسن تختم فيها للسادة المشاهدين والله أنا يعني أنت هذا الكلام على اعتبار أن وسائل الإعلام سواء مطبوعة أو مرئية أو مسموعة المفروض يعني ننتقل من مرحلة أنه نعطي الجمهور ونملي بس ساعات البث هذه بما يعني نبرئ فيه الذمة لأنه والله عندي ساعات بثوة إلى جانب إحساس بمسؤوليتك تجاه المجتمع مسؤوليتك تجاه الجمهور بأن فعلا تعطي الناس أو تطرح شيء يعني ينمي المجتمع ويفيد الناس أكثر من قضية بس أعطي ترفيه للناس يعني مو هذه الإعلام له رسالة فالمفروض أن يمارس حقيقة هذا الدور الرسالي إن صح التعبير في إلى جانب أكو شوية ترفيه أو أكو شوية ثقافة أكو عندك رسالة نعم نعم دكتور كلمة أخيرة حاب تختم دائما أنا أحب أختم يعني في اللقاءات التلفزيونية بتوجيه رسالة مثلا لمسؤولين في الدولة بالتركيز على قضية التوعية الإعلامية نعم. يعني هذه الرسالة قد تكون موجهة لوزارة التربية مثلا أو حتى من جامعة الكويت مادة التربية نسميها التربية الإعلامية أو ميديا ليترسي أو الإعلام التربوي أو محو أمية الإعلام هذه مهمة في زمننا هذا في ظل الانفجار المعلومات الموجود لدينا اليوم صارت وسائل الإعلام هي مدرسة أخرى للطالب زين فالطالب قاعد يأخذ معظم معارفة من هذه الوسيلة وهذه الوسيلة مو قاعد تعرض لك كل شيء صحيح زين لذلك تأثيرها راح يكون على هذا الطالب أو هالمجتمع بشكل سلبي بعض الأحيان لذلك احنا محتاجين تغيير في مناهجنا التعليمية ان يكون هناك منهج تعليم تربية إعلامية ليتعرف الطالب على كيف هذه الرسائل الإعلامية قاعدة تبث يفهم من وراء هذه الرسائل الإعلامية شنو هدف هذه الرسائل الإعلامية لا يأخذ ما يصله من وسائل الإعلام مجردة من أي شيء لذلك خصوصا احنا يعني السياسة ماخذة يعني جزء كبير من أوقاتنا وقاعدة تؤثر فينا فحتى في الجانب الوحدة الوطنية محتاجين إعلام تربوي يدرس والتفكير الناقد في المناهج ان انت شلون تفكر تفهم ما وراء نعم. الرسالة الإعلامية نعم. هذه يعني الحديث كان معكم جميل جدا ووعد إن شاء الله أن تكون هناك حلقة ثانية لأن الحكم والكلام الجميل اللي قاعد تقولونه يعني مو كافي مفروض تكلم بشكل أكثر أحب أشكر دكتور حسن مكي أستاذ الإعلام جامعة الكويت قسم الصحافة شرفنا اليوم وأيضا الدكتور محمود موسوي أستاذ الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون حياك الله ويعني نورتنا اليوم في برنامج أهل الديرة والقسم الأخير واللي ننتظره من بداية الحلقة الغبقة نقوم مع بعض بس في زلابية في كل شيء موجود دكتور في كل شيء حياك دكتور حياك الله استمتعنا الصراحة بالحوار اللي تكلمت الله فيه يسلم. لكن بعد الحوار شيق لابد أن تكون الغبقة شيقة يلا دكتور تفضل ما شاء الله ايه تفضل دكتور هذا مو هذا رمضان احنا قلنا الواحد يخفف شوية ويحاول يسترجع رشاقته
ما في شيء اسمه رجيم هنا، ترى خفايف. اي خفايف والله. هذا زين دكتور، ترى كله زين، هذا كله زين. سامو والح النبي، احنا الحين قاعد ناكل على الهواء يعني. قاعد تاكل على الهواء، قاعد تاكل يعني شيء ما نقدر ناخذ راحتنا. الحين بخليك تاخذ راحتك دكتور. عموما مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، وقضايا الاعلام، الصحافه، التلفزيون، الدراما، ما يكتب في الجرائد، هذه قضيه اجتماعيه شائكه. اليوم طرحنا الراي الاكاديمي فيها، وان شاء الله يا رب يعني نلاقي حل، والمسؤولين يكونوا استمعوا الى هذه الاراء الاكاديميه. نشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج اهل الديره. مع السلامه.